Thank you.
يصعدون بهذه الدعوة إلى الرحمن فيستجيب الله تعالى لها.
وينطبق بمجيد لعارض مرض أصابني قيس سيدس. ولكن سبحان الله قلت أسأل الله أن ينشطني لهذا الخير وأن لا أحرم منه. فربي سبحانه وتعالى أراد لي أن أحرم. يعلم الله أنه أحضر لا لأجل إبطال كلمة وما أحببت أن أحرج أحدا من اللجنة، وإنما أحببت الجلوس وسماع دعوات إخواننا ممن أحسبه من الصالحين. هؤلاء يا إخوة، هؤلاء حقا هم نخبة المجتمع، دينا كما تركوا أشغالهم أهاليهم دلاليهم، تركوا راحتهم باش يبنيو أطفال في هذه الليلة. ومن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، فالعبادة والله ألوان في هذا المجمع. والحاقد من ينويها كلها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يرفع به الدرجات، وأن تكون الملائكة حاضرة، وأن ترفع أسماءنا وأسماء آبائنا إلى الله، وأن يجعلنا الله من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بارك الله فيك أستاذنا الكريم. اليوم طبعاً كلمة أستاذ النبي يركز فيها على الدعاء، على أهمية الدعاء خاصة في فرصة كليلة القدر. ما يصفت الإنسان وخير ما نكسب كلمة سفيان الثوري التي جاءت على لسان أستاذنا، اختار الدعاء على الصلاة. باختصار يستغل الإنسان قدر ما يستطيع وقته للدعاء لعله يوافق ليلة القدر تجاب دعوته إن شاء الله تعالى. والآن نكرر الكلمة لخطيب المسجد السي محمد الحنايدي. فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في هذه الليلة المباركة التي يعتقد فيها كثير من المسلمين أنها ليلة القدر المشرفة، مع العلم أن هذه الليلة لم يتفق عليها العلماء أنها بالضبط في هذه الليلة، لكن غالبية العلماء وبعض الصحابة أقسم بالله عز وجل أنها ليلة السابعة في 27 من رمضان. وجماعة من الجماعة العمال هنا في هذا المسجد واللجنة الذين جمعونا في هذه الليلة المباركة، واستدعوا هؤلاء الثلة من العلماء الذين درسوا الناس في رمضان وأرشدوهم ودلوهم على طريق الحق والصواب وأرشدوهم إلى صراط الله المستقيم، فكان من حقهم، من حق هؤلاء العلماء أن يكرموا وأن يحسن إليهم، وهذا من باب الإحسان ومن باب الإكرام. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسدى إليكم بمعروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. وهؤلاء يعني جمعوا هؤلاء وأحضروهم في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة، لأن مثل هذه المجالس هي مجالس مباركة تحضر فيها الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، بمعنى أن هذه المجالس التي فيها الدعوات إلى الخير، فيها القرآن الكريم، فيها التزارب، فيها تبادل النصائح والمحبة، يذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في الملأ الأعلى. ولا شك أن من هذا المجلس فيه بركة وفيه خير، والقرآن الكريم نزل في هذا الشهر ونزل في ليلة مباركة. يقول الحق سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب.
الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة أيها الإخوة إذا حلت في الأشياء باركت فيها وحفظتها وكفرتها وحفظتها من جميع المكاره. ونحن في هذا المجلس المبارك فيه خير وفيه بركة وفيه إحسان، ولا شك أن الله عز وجل سنسجل هذا في صحائف أعمالنا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. يقول الحق سبحانه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهذه الأعمال تسجل علينا يوم القيامة. والإخوان ديالنا ديال المسجد لجنة جماعة استدعونا إلى هذا المجلس وحضرنا معهم، فهم مشكورون مأجورون بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منهم تفرقا سالما موفقا من الشر المعصومة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الدين طبعا الكلمة نسي السوديس ليلة القدر، ومشهور أيضا أنه جيفن سباعج هي ليلة القدر، هذا غير صحيح، لكن هي من أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. لا تقطع أنها هي ليلة القدر، لكن من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر. كما شئنا الأستاذ أنها ليلة مباركة، كل ما فيها مبارك، بما في ذلك عفوا مجالسنا مجاز الإنسان ذكره. ومن فضلها أن الإنسان غادر إحباطا يغفر له. وخويكم الكلمة فقط حضوره أشهدكم أني قد غفرت. قالت الملائكة يا رب إن فيهم فلانا، وقال جسمه قال مجلس الذكر، قال جاءني حاجة، قال رب عز وجل أولئك لا يشقى فيهم جالسوا. فغاو من إحباط تشبهه بركة هذا المجلس وهذه الليلة إن شاء الله تعالى. أستعدوا الكلمة للأستاذ نور الغني عن تاريخ سعادة الرشيدي فقية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا الكمال على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. أولا نشكر جميع المسجد التي قامت بهذا الجهد الكبير، كما نشكر الأساتذة الكبار الذين حضروا معنا، ولا يفوتنا مع أستاذنا سيدي محمد زعيم الشفاء العاجل وما مرضه وما أجاب فينا فبارك الله فيه. أيها الأحبة في الله، نصيحتي في دقيقة أو دقيقتين، ماذا بعد رمضان وماذا سنفعل بعد رمضان؟ نصيحتي أن نستمر في علاقتنا مع القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أخياركم الذي يتعلم القرآن، يتلو القرآن، يحفظ القرآن، يتدبر القرآن، وربي أولاده على القرآن ويحفظهم القرآن. لذلك الأحبة في سر سعادتنا في كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بعد هذه الآيات وبعد هذه الأحاديث الكثيرة لعبة الله التي تحثنا على حفظ القرآن ومدارسته وتدريسه، فهو من أعظم أسباب الثبات. أعظم أسباب الثبات بعد رمضان هو حرصنا على حفظ القرآن وتحفيظ أولادنا القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم سيدي عديل. طبعا الكلمة الأستاذ السعدي السوارد يسخن أهمية من القرآن الكريم، يستهل الكلام بماذا بعد رمضان؟ لأن الناس عادة تجتهد في رمضان، والمظاهر الاجتهاد والتدين في رمضان واضحة وجلية، حتى في تلاوة رمضان
ونيتوا هاو يقعدوا القرآن يقبل على القرآن في رمضان، ولكن يحصل يجب التراجع بعد رمضان من كثير من الناس. فماذا بعد رمضان؟ والسؤال ثم يتوجه الاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتطورا ومدارسة، لأن القرآن الكريم به تتحقق سعادة الإنسان وتطمئن به القلوب. بارك الله بأستاذنا الكريم. ثم أحيل الكلمة لأستاذنا سي حسان الدين سامر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نصيحتي لنفسي أولا ثم لإخواني أن نهتم بأولادنا، نصيحة، وأن نهتم بأولادنا لا يستكفينا، لأن الأولاد ديالنا راهو مستهدفون من قبل مجموعة من الأشياء، مستهدفون من قبل التليفون، من قبل الانترنت، من قبل جمعيات، من قبل التصفح الوجهي. فلا بد أن نستنى وهي تعاون ولا يجب بالخير. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا ابن جرير رحمه الله تعليق على هذه الآية: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير، فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وما لا يستغنى عنه من الأدب. إذا الدين يجمع الصلاة مع زومين لتعاون الصلاة وزومين أركان الإسلام، الأدب كيف يتأدبون مع الكبار، كيف يتأدبون مع أقرانهم، كيف يتأدبون مع أساتذتهم، كيف يتأدبون مع مشايخهم، وما لا يستغنى عنه من الأدب والأخلاق والاهتمام. فلا بد تعاون هذه الإهتمام عن الصحارى استثمار أقرب، يجب الاستثمار على حسب الإنسان أن يستثمر. يعني هذه كلمة تجارية، قالت لازم يعني استثمار أموال المسلم، هذيك العقار استثمار أموال المسلم، يتكلمش عن الفلاني استثمار أموال المسلم، يتكلمش عن الفلاني. لكن العقلاء يقولون أن الاستثمار الأعظم هو أن يستثمر الإنسان في أولادهم. الاستثمار الإنسان يتعاون باش تجعل الصلحاء فضلاء، باش تجعل العلماء، باش تجعل حفظ القرآن، باش تجعل الخصائص تظهر بشيء جد الشبهة، باش تجعل وسمح الوالد الإنسان أبدا تبع شيء بالله. نعم، فعلينا أن نعلم أبناءنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. قل ما تسمعوا فاستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. بعض الكلمات التي تحتاج الى تعليق واضحه لنعلم ابناءنا فان ذوي القلوب لصلاحهم وصلاحهم يعني صلاح المجتمع. واحيل الكلمه للاستاذ ناصر محمود البنائي. اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم
ومن شأن تكسر فيما بينهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة كما نصرت أهل بطن عند أصلاطش من شهر الشهر المبارك. اللهم انصرهم كما نصرت أهل بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من الذين يدركون ثواب وأجر ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدركون ثواب وأجر ليلة القدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. مش غادي تمشي للقران الكريم تمشي للسكوش
مشي درس الملاعب واستكشف هذا استعلم من بول كرة أبتلت وده سيعلم الأمور مريت باختصار شو تفعلي وش ما زلت أستعلم الكلمة أستاذ من درس سوفيا البيت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نوجه الشكر للجميع للجنة المسيرة لهذا المسجد العامر لزاد رساتنا على حضورهم هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها ونشكر مع الحضور الكريم والشباب جميع الزمن كل منها لإصبار قيمة الحضارة هذا خير عظيم ولعله بتوفيق الله عز وجل بل هو بيقين لقاء من الله عز وجل وما توفيق يا إلهي كلمة يوم وطف وغشاء من السورة تقريبا أساتذة السورة وطف وغشاء الفلك من القرآن الكريم ونحن ننشد الصلاح ونحن نرسم منهج الإصلاح يقول الله عز وجل في محكم تنزيله اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع اذن في هذه الايه بكلام الرب عز وجل يعني اثنين الاساليب اثنين المناهج من طرق للصلاح والإصلاح الطريق الأول طريق القرآن مثل ما أوحي إليك من الكتاب الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب يشمل الجميع إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا وليس بالآية وجها للتخصيص مثل ما أوحي إليك من الكتاب إيش أستطيع هذا مثل إصلاح أولاد ديالنا إصلاح الذوات ديالنا بعدا إصلاح أولاد ديالنا هو القرآن الكريم القرآن هو أساس الاستقامة يقول الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يقصد الاستقامة على هذا الدين فعليه بهذا الطريق الأول الطريق الثاني وهو الصلاة إقامة الصلاة والحرص على تربية الأبناء على إقامة الصلاة آخر خطبة حضرتها أستاذ المسلحة كانت حول الصلاة وقد أجاد فيها وأتات وذكر ونعم الذكر الصلاة تعاون ماشي من سكسة مغرب لكن تمارين ماشي مليار عندهم شكل الهم خصنا نغيري الشغل الشاغل تعاون هو الصلاة علاش تبارك الصلاة قد صفحة ما يبني بأن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء هذا باختصار القرآن الصلاة نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير السلام عليكم بارك الله فيكم سيدي سفيان إذن رسالة مختصرة إصلاح اثنين المداخل المدخل الأول هو القرآن المدخل الثاني هو الصلاة والثانية لا تتم إلا بالأولى فتصير وقت الصلاة من هو الذي هو القرآن باختصار ثم سعيد حلو الأستاذ النور السي المداعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه بذل من الله جل وعلا انه يجمعنا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك يا ريت هذا الوخام شويه نسيت الشباب سبحان الله يعني اتذكر قول ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وقبل ذلك لا ننسى الاخوان كلهم شكروا لجنه هذا المسجد مجهودها وهذه الوجوه الطيبة من أهل العمال الذين نحبهم ويحبوننا نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في هذا الحوض في جنات النعيم اللهم آمين والله يا أيها الأحبة
قصيرة وأيامها معدودة مهما طالت، ولا يبقى إلا الأثر الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها والله والذي نفس محمد بيده أو الذي نفس بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمنوا حتى تعافوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحققتم؟ أبشوا السلام بينكم. نحن التقينا معكم هذه المدة كلها في هذه الأيام، فتعاقب عليكم ألم من أساتذتنا نفع الله بهم ومشايخنا. لا يريدون منكم جزاء ولا شكر، إنما اجتمعوا معكم طلبا لنيل مرضات الله جل وعلا. أبو هريرة رضي الله عنه يروح على السوق في المدينة يتلقى بصوت مرتفع ويقول: ويحكم هلموا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ميراث رسول الله يقسم. إن سلسلة عزيزة قد تلك لدي جنة عليه السلام تفرقت وشعر في الوز أنها السوق على التجارة ألف غات مين. وسبحان الله أنا قلت في نفسي لو أن الآن شيء جزيل بفقر العراقاوي مثلا المسجد عمر القفاط ليست مليان الوقت في مشان إلى باقي المرضى أمني كي نعرف لها المسجد من الأولي ثم وفينا حديقة القرآن حديقة مجلس ذكر حد كذا فرجع قال لي أنا وريرا من جد مليان من جد في مليجة إذا سميتوا في مليجة في حديقة القرآن حد مجلس الحديث حد يذكر الله إن سويحكم ذاك ميراث رسول الله ذاك ميراث رسول الله تبيت تعيك إني جنة عليه الصلاة والسلام. لذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. فتمسكوا بهذين الوحيين كما ذكر الإخوة ولا أزيد على ذلك، وانشروا السلام والحب بينكم فيما بينكم. ونحن والله نشهد الله أننا نحبكم في الله، لا الإخوة في مسجد العمال ولا الإخوة في مسجد عائشة، فهم يخصوننا بمزيد من الرعاية والاهتمام. لا بمزيد من العناية والاهتمام جزاه الله خيرا. وسائر الجوامع التي رأيناها قلنا سالة إخوة معنا حسين الجزيرة الخير وكنت في فاس مسكين صلى الله عليه وسلم تقبل منهم جهودهم راحت هذه البلاد. فبارك الله فيكم ولا تنسونا من صالح أفعالكم. ونسأل الله عز وجل العزة في هذه اللحظة، أسأل الله تبارك وتعالى والله يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الإقبال عليه، وأن يسلل سخيمة قلوبنا، وأن يزيل من هذه القلوب الشحناء والبطاء، وأن يملأها حبا وإيمانا وتقى. وكما أسأل الله جل وعلا ألا ينقص منكم واحد في جناتنا. أسأل الله جل وعلا أن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا الثبات على السنة حتى نلقاه، وأن لا نساوم، وأن لا نضرخ، وأن لا نبدل، وأن لا نغير حتى نلقى الله ونحن على العهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله، فمنهم من قضى نحبه